بسم الله الرحمن الرحيم الدرس العاشر اوننچه درس حامد محمد حامد بلن محمدنين ارتستگي صحبت بو يرده من انت ديابت حامد سين كمسن محمد انا طالب بالجامعة محمد من اونيورسيتت طلبه من حامد انت طالب جديد حامد سين ينجي طلبه مسن محمد نعم أنا طالب جديد ها من ينجي طلب من حامد من أين أنت سين قير دانسا محمد أنا من الهندي من هندستان دمن حامد ما اسمك اسمي نما محمد اسمي محمد اسم محمد اسمي بوس مينين اسم بولت ومن هذا الفتى الذي معك حامدنا سين بلن بريجي بوليان ما نبو بولا من كم محمد هو زميلي او مينين كورستاشم باللوقي ديان حامد اهو ايضا من الهندي او هم خندستان دان من ايضا ديان هم ديان محمد لا هو من الياباني يوق او يابونيا دان حامد ما اسمه اونين اسمنا ما ما اسمك بوسه سنين اسمين بولاده ما اسمه بوسه اونين اسم بولاده اسمي بوسه مينين اسمم جنالي ما اسمك سنين اسمين نما ما اسمه اونين اسم نما بولاد اگر اسمين اوز بوسه مينين اسمم بولاد محمد اسمه حمزة اونين اسم حمزة اسمه اونين اسم اسمك سنين اسمين اسمي مينين اسمم بولاده معنص ما لغتك يا محمد اي محمد تلين نما يعني قيست اللي قبلش الزم محمد لغتي الأردية يوكي لغتي الأردية دي سيحن بولت تلم أردو تلم حامد أهي لغة سهلة خامت او انسان تلم محمد نعم هي لغة سهلة ها او انسان تلم حامد وحمزة ما لغته حامد اي تبتكي حمزة نين تلنمه قيسة الدو قبلشت محمد لغته اليابانية وهي لغة صعبة ونين تل يابونيا وأو قين تل يعني انا تل طولجان شهر اين ابوك يا محمد حامد أين أبوك يا محمد؟ حامد أيدت أي محمد؟ أتين خير ده محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير أتجانم قويت تلر وأو طبيب شهير مشهور شفاكرلر حامد وأين أمك؟ وأنا جاني خير ده محمد هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك محمد أحم مع أبي أتام بلن بريه في الكويت كويت تلر هي مدرسة هناك هي مدرسة هناك إكا ويرد مدرسة أختوج حامد أذهبت إلى الكويت يا محمد كويتك أي محمد كويتك بارجان بسن محمد نعم ذهبت ها ذهبت بارجان من حامد وزميلك أين أبوه حامد كرستاشين أتاس خير ده محمد أبوه في الياباني ونين أتاس في الياباني يابونيا دن چنالي أبوه بوس ونين أتاس أبوك بوس سينين أتن أبي بوس مينين أتن بولد هو تاجر كبير وأو كت تجارج حامد ألك أخ يا محمد أي محمد سينين أكين بورم محمد نعم ها لي أخ واحد من بيت أكمبر لي ديان من ديان من دبار ديان اسمه أنين اسم أسامة أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة وأو معي من بلان برجة هنا بويرد في المدينة المنورة مدينة منورة شهر ده ولي أخت واحدة اسمها زينب ومن بر أكمبر أنين اسم زينب زينب تر وهي في العراق مع زوجها وأو إراقته مع زوجها وزنين ترمش أرطاغ بلن زوجها مهندس ونين ترمش أرطاغ مهندس
حامد، أعندك سيارة يا أخي؟ أي برادرم سند ماشين بارم. عندك سند بارم ديانا عنده عند بار ما بولد عندي من دبار ما بولد. اگر علاقه ده عندك بوسه سند بار، عندي بوسه من دبار، عنده عند بار، عندنا بزد بار بولد. محمد لا، ما عندي سيارة، عندي دراجة، حمزة عنده سيارة. لا يق، ما عندي من ده سيارة ماشينة ما يق. عندي من دبار دراجة فيرسبيت. حمزة عنده حمزنين عنده اندبار ماشينة سان حمزنين ماشينة سبار دي لبت. تمارين مشغلر أجيب عن الأسئلة الآتية دي. خويدة كلين سؤالرگي جواب بير دي ابتلر. برنسة شنخاسة سؤالنارنا هم يطلب ولمزة. ما اسمك؟ اسمي نما؟ اسمي زيتس؟ اسمي منين اسمم؟ محمد. من أين أنت؟ سين خير دانسان. أنا من الهندي من هندستان دمن. ما لغتك؟ تلين نما؟ يعني أنا تلين نما؟ لغتي الأردية. لغتم أنا تلم أردو تلم. أين أبوك؟ أتين خير ده. أبي أيتس منين أتم؟ في الكويت كويت تلر. أين أمك؟ أنين خير ده. أمي أيضا في الكويت مع أبي. أنا جانم هام يوكي هي أنا أذني شتت. هي أيضا في الكويت مع أبي وحام أتم لمبري كويت ده. من أبو حامد بلا محمدنا أرتسي صحبت باركو أنا شيردن جواب بكتر رمز. ألك أخون بارنا؟ ألك أخ سنين كين بارم؟ نعم لي أخ واحد ها منين بيتة وكين بار. ألك أخت سنين أبين بارم؟ نعم ها لي أخت واحدة ها منين بيتة أبين بار. عندك سيارة سنين ماشينين بام؟ لا ما عندي سيارة يوق منين ماشين يوق. عندك دراجة سنين بيرسبيت بارم؟ نعم عندي دراجة ها مندي بيرسبيت بار. عندك قلم سند قلم بارم؟ نعم عندي قلم ها مند قلم بار. عندك دفتر سند دفتر بارم؟ لا ما عندي دفتر ديس اگر يوق بولسه يوق مند دفتر يوق ديس. اگر بار بولسه نعم ها عندي دفتر ها مند دفتر بار ديس. ابوك تاجر سنين اتنك تجارت جمن؟ ايتس نعم ديس اگر أتنج تجارتش بس ها هو تاجر أو تجارتش ديس. أجر تجارتش بول مستن شفاكر بولسا أيتس أبوك تاجر ديس. سيزي مثلا سوال بيرس أتنج تجارتش من ديس؟ لا هو طبيب يوق أو شفاكر ديس. من أين محمد؟ محمد خيردن محمد من الهندي محمد خندستان دن. ما لغته أنين تلا نما خاصة تلا لغته أنين تلا الأردية أردو تلا شنو عليه لغته أنين تلا لغتك سينين تلين لغتي منين تلم بولد. أين أبوه أنين أتاس خير ده؟ أبوه في الكويت أتاس كويت ده. أين أمه أتا أنس خير ده؟ أنس خير ده هي أيضا في الكويت مع أبي. يوكي أمه أيضا في الكويت مع أبي إلت أنا سهام كويت مع أبي أتسبلان برجع. هاب كينجس يعني أني تنجس. من أين حمزة؟ حمزة خير دان أيتس حمزة من الياباني يابوني دان حمزة. ما لغته أنين تلنا ما أيتس حمزة لغته اليابانية حمزاني تل يابونيا يابون تل. أين أبوه أنين أتس خير ده؟ أتس خير ده لأون أبوه في الياباني أتس هنا نما يابونيا ده. أين زينب؟ زينب خير ده. زينب في العراق مع زوجها زينب عراق مع زوجها تنمش أرتغى بلا. أين زوجها؟ أنا هنا زينب تنمش أرتغى خير ده. زوجها في العراق ونيترمشورتها خير ده إراق ده.
أزوجها مدرس؟ أنين ترمش أرتغى أختوش ما؟ سيز أيتس؟ لا زوجها أنين ترمش أرتغى مهندس مهندس تردس كينجة مشق ضع في الفراغ فيما يلي الضمير ها هو ها إكن بوش أرى لرجع هو يعني ها زميرنا يعني تغرك إلى دين زميرنا قوين دي أبتلر يعني بو هو هالر زمير دي لدار أبتلر ده غراماتيكا سيدا يسلب قلمزا يعني بو زميرلر مخاطبك متكلمك غايبك يعني üçüncü ikinci birinci شخص قويلة دين اسملر ها زيه البنت طالبة من بو قز طالبة طلبة اسمو هم هم خو مذكر نسبة اشلتامس دمك بنتو قز ايكن بز اسمو هاني كيلترامس شونه ایش یادمدن چکته هو مذکر یعنی ایرککلرگی نسبتاً اشلتیلدی ها مؤنس ایاللرگی نسبتاً اشلتیلدی دیمک هذه البنت طالبتون بو قز طلبه قزدر دیگندن کین بز اسمو هانی کلترامیز نگه بنتو قز بالاکو چونالیه اسمو ها اونین اسم زینبو زینبتر محمدون طبیبون من محمد شفاکاردر دیمک و بنو هو قلمس اونین اغله مهندسون مهندستر هذا الرجل تاجر كبير اسمه هو بولاده دورمه بو کشه کتا تجارتچه در اسمه هو اونین اسم عبدالله عبدالله در آمینتو فی الغرفتی آمینه خانده و اموها بولاده اونین آنسه فی المطبخی آشخانده عائشتو طبیبتون عائشه شفاکار در و اختوها ممرضتون و اونین آبسه یا که سینگلسه اختوها ولده اونین سینگلسه ممرضتون همشیره خارج محمد من الفصل و خارج معه زمیلوه ولده چونکی محمد نین دوست دیلی ابت محمد مذکر ارکک کشی بولگنه چون هونی کلتردیک خارج محمد من الفصل محمد سنفتن چخته و خارج معه معه او بلنبرگی خارج چخته کم زمیره اون این کرس داشه دوست هاتی خمسه اسئلت و اجوبت کل مثال الاتی منه قویده کلگن مثال لرگ اخشش بیشت سوال یعنی بیشت سوال بولگن نینکن بیشت جواب نیم کلترگن دید دلر عندك قلم سند قلم بار مه نعم عندي قلم هم سند قلم بار این یه دشمنی اخشش نمونه دیگه کل تربیرم از مثلا نمیدیم که بولاده دفترون عندك دفترون سین دفتر بام نعم عندي دفترون هم میده دفتر بار دیس یه نم باره ده قاشق دارم عندك ملعقتون سین د قاشق بار مه نعم عندي ملعقتون هم میده قاشق بار یه نم باره ده مثلا کلت عندك مفتاحون سند کلت بار مه؟ نعم عندي مفتاحون ها مند کلت بار یعنی بیت مثال سریرون کروت دارم عندك سریرون سند کروت بار مه؟ نعم عندي سریرون ها مند کروت بار کینگسی کتابون مثلا عندك کتابون سند کتاب بار مه؟ نعم عندي کتابون ها مند کتاب بار چنالیه؟ اونه یازمس مثلا من حاضر ایتم بونه دانلب یازب یادلب خود قنق ایتکن بوسم مندن هم افضل ایت برسیلی جده هم درسر پشق مستحکم بولد هاتی کنگ مشق هاتی خمسه اسئلتین و اجوبتین کلمی سالی الاتین خود دوشون دهی منه قویده گی مثال لرگی اخشب دوات دلن بیشته مثال بیشته سوالنی کلترگنده انا شو برگن سوالنگی جوابنی هم کلترگن دید دلر منه نمونه عندك قلمون سنده قلم بارمه لا ما عندي قلمون یک مینده قلم یک این اینده یقاردگی مثال درنه هم کلترسک بولده مثلا عندك سریرون سنده کروت بام لا یک لا عندي ما بولده ما عندي سریرون یک مینده کروت کروت مینده یک عندك سیاراتون سنده ماشینه بارمه لا ما عندي سیاراتون یک مینده ماشینه یک عندك قلمون بو یرده بار اکن عندك منديلون سنده دست رومال بارمه لا ما عندي منديلون یک منده دست رومال یک کنگسی یعنی عندك
Baytun, senin uyun var mı? La, ma indi baytun, yok, mende uyum yok. A'indeke, mesela, a'indeke, ahun, yok. Bu yerde, a'indeke mindilun, bunu işlettik, doğru mu? Yine başka bir uzunuz, bile deyen lügatını işletsek, bile de başka. Mesela, gürfetun, khanı deyene, a'indeke gürfetun, senin khanın var mı? La, ma indi gürfetun, yok, benim khanım yok. Teammel, kengimaş, teammel ma yeli, kuyduyu kengenini bir oylap gör, fikirlegin de vattılar. Mesela, baytun, uy. Bayti, bu ise, yani, iyini koysam, çünkü, benim uyum böyledi. Baytuke, senin uyun böyledi. Baytuhu, onun uyu böyledi. Bu, müzakkarga nisbeten. Erkek kişiga nisbatan uning uyi demoqchi bo'lsangiz baytuhu deys, ani endi ayol kishiga nisbatan uning uyi demoqchi bo'lsangiz baytuha deys. Xo'p, keyingi mashq. Adif il asma al-atiyata ila al-mutakallim wal-mukhatabi wal-ghaibi wal-ghaibati kama huwa muwaddah fil misal. Xo'p. Ushbu misolda ochiq ravshan bo'lgani kabi deyaptilar. Mutakallim birinchi shaxs va mukhatab ikkinchi shaxs va g'oyib va g'oibadi. Uchinchi shaxs muzakkar va muannasga quyidagi kelgan ismlarni qo'shgin deyaptilar. Masalan, mana namunani qaraylik. Qalamun qalam oddiy. Haza qalami bu mening qalamim bo'ladi. Haza qalamuka bu sening qalaming. Haza qalamuhu bu uning qalami. Haza qalamuha bu uning qalami. Bu erkak kishiga nisbatan emas, ayol kishiga nisbatan. Muannasa haza qalamuhu bo'lsa u muzakkarga nisbatan bo'ladi. Haza qalamuha bu muannasga nisbatan bo'ladi. Ana endi shu misollarni pastda kitobunni keltiribdilar. Xuddi shunaqa qilib yechamiz. Kitobun masalan, haza kitabi bu mening kitobim. Haza kitabuka bu sening kitobing. Haza kitabuhu bu uning kitobi. Haza kitabuha bu uning kitobi. Ayol kishiga nisbatan. Sarirun karavat. Haza sariri bu mening karavatim. Haza sariruka bu sening karavating. Haza sariruhu bu uning karavati. Haza sariruha bu uning karavati. Ayol kishiga nisbatan. Ismun ism degani. Haza ismi bu mening ismim. Haza ismuka bu sening isming. Haza ismuhu bu uning ismi. Haza ismuha bu uning ismi. Mindilun dastro'mol. Haza mindili bu mening dastro'molim. Haza mindiluka bu sening dastro'moling. Haza mindiluhu bu uning dastro'moli. Haza mindiluha bu uning dastro'moli. Ayol kishiga nisbatan. Ibnun o'g'il degan. Haza ibni bu mening o'g'lim. Haza ibnuka bu sening o'g'ling. Haza ibnuhu bu uning o'g'li. Haza ibnuha bu uning o'g'li. Bu ayol kishiga nisbatan. Sayyaratun mashina. Haza sayyarati bu mening mashinam. Ana endi hazani keltirmaymiz, xato bo'ladi. Chunki sayyaratun muannasku. Hazihini keltiramiz. Hazihi sayyarati bu mening mashinam. Hazihi sayyaratuka bu sening mashinang. Hazihi sayyaratuhu bu uning mashinasi. Hazihi sayyaratu ha bo'ladi. Bu uning mashinasi. Miftahun kalit. Haza miftahi bu mening kalitim. Haza miftahuka bu sening kaliting. Haza miftahuhu bu uning kaliti. Haza miftahuha bu uning kaliti. Muannasga nisbatan. Yadun qul. Insonning juft a'zolari muannasga kiradi, ayol kishi. Ya'ni muannas jinsiga kiradi. Hazihi yadi bu mening qo'lim. Hazihi yaduka bu sening qo'ling. Hazihi yaduhu bu uning qo'li. Hazihi yaduha bu uning qo'li. Iqra o'qi. Li laka lahu laha. Li menda bor, laka senda bor, lahu unda bor, laha unda bor, ayol kishiga nisbatan. Birinchi mashq li uxtun vahidun mening bir opam bor. Alaka akhun la mali akhun senda ukang bormi? Yo'q, menda ukam yo'q. Uxti laha tiflun sog'irun. Opamning laha, opamning laha bordir, tiflun sog'irun kichik go'dagi. Zamili lahu akhun va uxtun. Zamili do'stim, lahu uning, akhun bitta akasi va uxtun bitta opasi bor. Zamiliga ma'no beraveramiz. Kursdoshimning ukasi va opasi bor deymiz yoki akasi. Xo'p. Aytayaptilarki, naqulu indi kitabun. Aytamizki, menda kitob bor deymiz va naqulu li akhun va menda aka bor deymiz. Masalan, kitabunda kitabun qalamun daftarunga o'xshashlarda indini ishlatamiz deyaptilar. Akhun, uxtun, abun, ibnunga o'xshashda lini ishlatamiz. La naqulu aytmaymizki indi akhun.
Məndə akam bor deyib, indin işlətməyimiz deyibdilər. Lin işlətəmiz deyibdilər. Ma'a mənə. Ma'a bu bundan keyingi kelayotgan ismni oxirini kasra i qilib yuboramiz. Xoroja Hamidun ma'a Xolidin. Xolidin Hamid Xolid bilan birga chiqdi. Ma'a degani birga bilan degani. Ma'adan keyingi kelayotgan ismni oxirini i qilib yuboramiz. Esimizda qolsin. Ana endi Xolidinda tanvin keldi. Nega alif lam yo'q? Agar alif lam bo'lganda Xolidi bo'lar edi. Tanvinsiz kelgani uchun, ya'ni alif lamsiz kelgani uchun Xolidin qildik. Zahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Shifokor muhandis bilan birga zahaba ketdi. Mana bu yerda muhandisga alif lam kirgani uchun i bo'ldi. Agar alif lam kirmasdan muhandis o'zi bo'lganda muhandisin qilib tanvin keltirar edik. Asosiysi kasra i bo'ladi. Uchinchisi jalasal mudarrisu ma'al mudiri. O'qituvchi mudir bilan birga jalasa o'tirdi. Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Sen bilan birga ey Ali kim? Ma'i zamili. Men bilan birga zamili. Do'stim, kursdoshim. Aminatu ma'aha zawjuha. Amina bilan birga zawjuha uning turmush o'rtog'i. Xoroja abi minal bayti. Otam uydan chiqdi. Man xoroja ma'ahu? Ma'ahu u bilan birga man kim xoroja chiqdi. Xoroja ma'ahu ammi. Ma'ahu u bilan birga ammi amakim xoroja chiqdi. Ammun degan amaki degani ammi bo'lsa mening amakim bo'ladi. Keyingisi baytun uy, baytuka sening uying, baytuhu uning uyi, baytuha uning uyi bu ayol kishiga nisbatan. Bayti mening uyim. Abun ota, abuka sening otang, abuhu uning otasi, abuha uning otasi, abi mening otam. Axun aka, axuka sening akang, axuhu uning akasi, axuha uning akasi, axi mening akam. Abi va ummi fil bayti, otajonim va onajonim fil bayti uyda. Fidan keyingi kelayotgan ismni oxirini i qilib yubordimi? Ayna abuka ya Hamidu zahaba ila suqi. Ey Hamid, otang qayerda? Zahaba ketdi ila suqi bozorga. Iladan keyingi kelayotgan so'zni ham oxirini i qilib yuboramiz. A akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Sening akang tabibun shifokormi? La, yo'q. Huwa mudarrisun. U o'qituvchi. Zainabu fir riyodi. Akhuha fit ta'ifi. Va abuha fil madinati al-munawwarati. Zainab Riyoz shahrida. Uning ukasi Toifda, uning abuha, uning otasi Madina Munawvara shahrida. Al-Munah. Kengisi: "Haza at-talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun." Bu talabaning otasi vazirdir, akasi esa katta tajirun shifo anaqa. Tijoratchidir. Zahaba akhi ila al-madrasati wa zahaba abi ila al-jami'ati. Akam yoki ukam madrasaga zahaba ketdi, abi otam universitetga zahaba ketdi. Muhammadun, Xolidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Bu yerda bu erkak ismlarning hammasi tanvini bor. Un, un, un. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, Ikrimatu. Bu yerda ha erkaklarning ismi. Bu yerda u tanvinsiz tushunali yodimizda saqlab qolamiz. Keyingi kitoblarda masalan harakatsizi kelsa tepasidagi ismlarni tanvin bilan o'qiymiz, un bilan, pastidagini esa tanvinsiz u qilib o'qib ketamiz. Tushunali u jumlaga qarab o'qiladi. Iqro il asma al-atiyata wadbut awakhiraha awakhiraha. Xo'p. Quyidagi kelgan ismlarni o'qi va ularning oxirlariga harakatni qo'y. Mana Xolidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu. Keyin Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Tushunadi? الكلمة الجديدة جوزمس الكلمات الجديدة يعني سوزدر الزميل كرستاش الزوج ترمش ارتاق اركاك اره اردين واحد بر فتن يجد مع برغة الطفل قدك الكويت قويت شهر اللغة تل والله أعلم بالصواب